صحيح أننا سقطنا وفشلنا عدة مرات، فذلك الأمر صحيح، ولكن اسألوا أين نحن الآن؟ أطلق العنان لتصوره وأفكاره فأكسبه مفاتيح النجاح والإبداع لكتابة الخواطر بأسلوب رائع. وائل بلحات صاحب 17 سنة من أصغر كتاب الذين شق طريقه نحو الكتابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وائل بلحاش من شباب المبدعين بولاية المدية، كاتب وباحث في نفس الوقت في قضايا المجتمع. عمري 17 سنة، قد هذا الاسم قد برز دوره كثيرا وعديدا في الملتقيات. صاحب إصدار نظرات التونسة، جزء عربي جزء إنجليزي. يتمحور هذا الكتاب أو بالأحرى المغزى العام عن ظاهرة التسول التي نراها في الشوارع، وعن فتاة صغيرة تتسول من أجل لقمة عيش بسيطة التركيبة. تأثره بعلم الاجتماع وعلم النفس بنى له تصورات إبداعية حول مؤلفاته، ومن بين تلك المؤلفات نظرات لا تنسى. كتبتها اعتمادا على عديد من المصادر ككتب علم الاجتماع وعلم النفس. إن نظرات لا تنسى أول مولود أدبي لي قد تم إنجازه، وعنوانه كان نظرات لا تنسى لأنه مستوحد من الواقع، وهو أنني رأيت في الطريق العام فتاة تتسول بالمفروض يجب أن تكون في المقاعد الدراسية. وائل الكاتب الطموح الذي يتخذ من صبورته وحاسوبه طريقة ليدون أفكاره، فهو يسابق الزمن لأجل إطلاق كتب أخرى لفائدة قرائه ومعجبيه. ورسالتي إلى قرائي ومتابعين الكرام أن هنالك عديد من الإصدارات ستكون، ومنهم كتاب سواعد الهستيرية التي سيحدث ضجيج بين أدباء الجزائر. ونشكر قناة الأنيس على هذه التغطية الرائعة، بارك الله فيكم. أن يكتب الكبار للصغار أمر مألوف، ولكن أن يحدث العكس هذا أمر محفز، وبهذا يكون وائل نموذج لأقرانه في الكتابة والإبداع.